أما في سوريا فالمشروع طموح والآمال كبيرة. الفي بي آي أو حاضنة أعمال المرأة الريفية هو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، وينفذ في قرية عين التينة وثمان قرى محيطة بها في ريف محافظة اللاذقية الساحلية. يهدف المشروع إلى إعطاء أمل جديد لنساء القرى، بل ويفتح لهن آفاقا أرحب. قد يبدو هذا المشهد مألوفا، امرأة ريفية تعمل في الحقل، ولكن هذا المشهد ليس سوى البداية لقصة مشوقة. أنا اسمي صباح حسن من عين التيني، مزارعة بالأرض، عندي بقار وكنت اشتغل يعني، وكنت أول شيء اشتغل، كان عندي أسرة كبيرة، أنا اشتغل كم دلم أرض وساعد حالي بالبقرات شوي تعيش تكون من العيشين معي مزبوطة، وساعد راتب جوزي يعني. صباح وحالات أخرى تماثلها خلقت حاجة ملحة لإيجاد تنمية مستدامة في الريف، أدت إلى ظهور مبادرات أهلية وحكومية عدة. إحدى هذه المحاولات وأنجحها هي حاضنة أعمال المرأة الريفية، وهو نتاج تعاون بين الاتحاد الأوروبي الذي يمول المشروع بمبلغ يزيد عن 500 ألف يورو، وينفذه صندوق تنمية الريف السوري فردوس وجهات أخرى. يوم من الايام ولا اجوا صبايا من الفردوس ما يطرحوا علينا فركه، انه فكره انه في مشاريع جديده، شو بتخطر على بال الوحده تشتغل نكون لها مشروعها او شي شغله. اعطوني ورقه صغيره هيك، اخذت الورقه ورحت. تعمل الحاضنه من خلال تواصل لصيق مع المجتمع المحلي، فاولا تدعو مندوبات الحاضنه نساء القريه الى مركز الحاضنه. هناك تجد المرأة المستفيدة فريق عمل محترفا يساعدها في اختيار المشروع المناسب لها والبدء به. فيما بعد تتبع المستفيدات دورات في أبجدية إدارة الأعمال ليكن قادرات على إدارة مشاريعهن. شو كان هدفي؟ إني اشتغل اشتري تراكتور واشتغل بالأراضي، يصير مزارعة يعني مثل أي واحد. ما صبايا ما رضوا معي، قالوا لي هذا الشغل ما لك. بعدين قلت لهم بدي اشتغل بالفطر، قالوا لي صعب عليك، شو رايك انه بعدين هن طرحوا علي انه شو رايك تكبري مشروعي وتسوي على احسن. اللي نزلت على السوق في جبنه هيك نوعها شوي غريب، سالته التاجر شو نوع هالجبنه او كيف بتصنعوها، قال نحن ما بنعطي شهرتنا لحد وقت غصيت بالبكوي، انه ما واحد معه مصنوع ما بيحب يستفاد واحد غيره او شيء. بعد حطيت ببالي انه مثل ما قالوا للصبايا اني اطور مشروعي. وهكذا بدأت رحلة صباح الشاقة في عالم التجارة والأعمال. جابوا لي خبير إيطالي اسمه جيراردو، فعلا شغله كان كتير كويس. تساعد الحاضنة النساء على البدء بمشاريعهن من خلال الدعم والإرشاد المستمر، ولكن الحاضنة لا تقوم بإعطاء القروض لهن، بل تساعدهن على التقدم لجهات توفر قروضا تمويلية صغيرة. فعوضا عن إعطائهن سمكة كل يوم، تعلم الحاضنة النساء صيد السمك وصناعة المستقبل. فحتى صباح لم تكن تتوقع أن جبنتها ستقودها لمغادرة قريتها النائية في أعالي الجبال إلى دمشق لتعرض منتجاتها في أفخم فنادق العاصمة. قالوا لي بعد ما سمعوا أنه الشغل نجح بالكويس وصار كويس، إجوا الصبايا لعندي قالوا لي صباح في معرض شو رايك تشتكي فيه؟ قلت أنا اللي بشتري. كان المعرض عندنا هو بالشام، درت انا انتاج كثير، العالم كثير كانت مبسوطه بالانتاج، وخاصه في نوع من الجبنه هذا كل واحد يقول يا الله ما احلى هالنوع الجبنه. مرقه وحده ايطالي بتحكي هي وزميله، ما تقولوا ليك الجبنه الايطاليه هون بسوريا معقوله؟ قلت لهم ليش ما انا فهمت عليهم بلساني، قلت لهم ليش ما معقوله، كل شيء سوريا بتتطور باحلى ما تكون يعني، ما بس انه عندك. تتابع صباح حياتها العادية بثقة أكبر بمستقبل أفضل تصنعه يداها. وهكذا تصل رحلتنا المتوسطية إلى نهايتها. سواء كانت في الجزائر أو في سوريا أو في الأردن، تبقى المرأة نصف المجتمع الأجمل ومقياس احترامه لذاته. شكرا لمتابعتكم لعددنا الخاص حول المرأة من برنامج من المتوسط. لمزيد من المعلومات والاتصال بنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. شكرا للمتابعة، نلقاكم على خير في رعاية الله وحفظه.